نقول الزبدة لوحدها بتعمل لون غامق، فالنهاردة احنا عايزين نحط الزبدة مع الزيت عشان تحافظ ان تسوية الرز لحد الاخر تفضل فاتحة. حط دلوقتي عندي البصل، وحط البسلة مع الجزر، يتشوحوا كده شوية. أول لما يبتدوا ياخدوا ربع تسوية كده يتشوحوا لوحدهم، هبتدي أنزل عليهم بالرز اللي احنا نقعينه في مية عشان يستوي أسرع ويكون أحلى ميبقاش مليان نشا كتير. ورجعت لكم بعد الفاصل، وعايزاكم تشوفوا معايا أنا عملت إيه في الرز. أنا حطيت عليه بعد لما شوحت شوية زبدة مع شوية زيت صغيرين، حطينا مع بعض البصل والجزر والبسلة. بعدين لما تشوحوا تشويحة بسيطة، ما بسيبهمش يتهروا عشان الرز يطلع مفلفل وحلو، بحط عليه رز بسمتي. بعد لما بحط الرز بسمتي ويتشوح تشويحتين كده في الفاصل، اتشوح حاجة بسيطة، احط له دلوقتي الكركم والكاري، واحط له رشة فلفل اسود صغيرة قوي، واحط له رشة ملح. بيهبط، انا واخدة انتبيوتك يعني مموتني. تعبان. عايزة اقول لكم انا واخدة دواء ينيمني، يعني بحاول اركز بالعافية، بس هي يعني الالم الاسنان حاجة صعبة. الشغل بالذات اللي بيبقى فيه تركيز، يعني حتى لو تعبان، حتى لو عندك ظروف لازم تنزله، بتبقى حاجة مش اسهل حاجة على اي حد. يعني اللحمة بتاعتي علشان العرق ده، بصوا منتهى السهولة، خلاص ناقص لها 15 دقايق بالكتير هتبقى اتشوحت. عندي اهو الرز، احنا شوحنا مع بعض الخضار بتاعه، نزلنا عليه بالرز المحطوط في مية، اتنقع حاجة بسيطة، اديته البهارات بتاعته. دلوقتي بقى انزل عليه بمقدار المية بتاعته اللي هي عبارة عن ايه، 4 كوب ماء قدام 2 كوب رز. دايما الرز البسمتي بياخد ضعف كمية المية، اكيد كلنا عارفين ده. بنسيبه على نار عالية لحد لما يتشرب ميته خالص، وبعدين ابتدي اقلل النار عشان يستوي من جوه واحدة واحدة براحته. بنشوف الرز بتاعنا وصل لايه، هو ابتدى يتشرب ميته. اول ما يشرب ميته خالص، عايزة الكاميرا توريكم، اول لما يشرب ميته خالص هبتدي اقلل النار عشان يستوي براحة شوية. كاميرا كده تجيب لكم هو وصل لايه. طبعا الرز ده رز هايل جدا بالخضار، مفيد جدا وحلو جدا جدا. الطاجن بتاعي برده اهو خلاص ناقصه شويه صغيرين جدا ويبقى استوى. بجيب الدهون بتاعتي كده وسقسق بيها الستيك كده. طبعا الستيك ده بقى أذواق، في كذا نوع تسوية، في اللي هو الرير اللي هو بيبقى تحط الشوكة تلاقي دم كتير جدا، اللي هو بياخد تقريبا 2 دقيقة بس على النار، بعدين الميديم رير، بعدين الميديم، بعدين الميديم ويل، بعدين الويل دان اللي هو أغلبية المصريين بياكلوه، اللي هو بصوا جمال اللون بتاعه. الكاري مع الكركم عامل لون هايل وطالع مفلفل وجميل، والخضار مش مهري، يعني حاجة جميلة جدا الصراحة، وعملناه بسرعة جدا وما أخدش أي وقت، واللون بتاعه زي بتاع بره بالظبط. معلش اعذروني النهاردة تركيزي صعب شوية، تعبانة شوية. بصوا جميل جدا اللون بتاعه زي بتاع بره بالظبط. يتقدم مع الوصفة دي في أسرع وقت تعملوا وجبة ستيك بكذا طريقة. يا رب